الدورة جات انطلاقا من كون أن الطيشي هاد السنة يعني في 2020 شهر 12 دخل ولا باتريمون انترناسيونال يعني تراث عالمي، وهذا فخر لنا. وما ننسوش كذلك أن هذا الطيشي هذا الأسلوب هذا راه دخل الألعاب الأولمبية، لا سيما الألعاب الأولمبية اللي غادي تكون في داكار 26، راه هو ضمن الألعاب اللي داخلة واللي غادي تلعبوا. ارتأينا مع شراكة مع المركز الثقافي الصيني باش دار دورات تحسيسية وتقريب هذا النوع ديال الرياضة للمغاربة.